الدكتاتورية والانكفاءة المعارضة وضعفها على رأس حركة النهضة. هي مش المعارضة حسب المناخ اللي تشتغل فيه، تحاكم في المعارضة، لأن يا أخي وقت بن علي كيف كان الوضع؟ ما هو نفس الكلام كان يتقال هذا، وين المعارضة؟ لأنه بن علي الدكتاتور ضرب المعارضة، وضع آلاف من القيادات السياسية والشخصيات السياسية وضعهم في السجن. الآن تقريبا رجعنا لنفس المعزوفة، اعتقال قيادات سياسية، اعتقال شخصيات، اعتقال معناها زعماء منظمات، فاعليات سياسية، مجتمع مدني، كلهم الآن السجون التونسية تلتقي في هذه القيادة، وكل واحد عنده عنوان مؤامرة، كل عادي على المؤامرة. شبهات الفساد التي ألصقت أو وجه حركة النهضة في السنة كلها كلها غناية، لم يثبت أي ملف من ملفات فساد على النهضة. هم الآن ما بربشوا في كل شيء، شنو ملفات فساد القهوة على النهضة؟ استهدفت النهضة لأن الحزب الأكبر في البلاد، الحزب المنظم اللي يمثل العمود الفقري للحياة السياسية، ولا يمكن لقيس سعيد أن يرسخ نظام الدكتاتوري بغير ما يضرب القوى السياسية الرئيسية. هذا هو الهدف، وهذه هي الخلفية وليس أكثر من ذلك. تبقى هذه البهارات تستخدم، هو موضوع الفساد ومقاومة الفساد وكذا، حتى يوفر مبرر وشرعي لضرب المنظمات والهيئات. النهضة بسجن قياداتها عطلت مكينتها؟ النهضة مقراتها مصادرة، قياداتها الصف الأول من القيادات موجودة في السجن، طبيعي جدا تتأثر، يعني ما هيش كائنات ميتافيزيقية في السماء، هي تشتغل في الأرض. ولكن النهضة متجذرة، النهضة بجمهورها، بشعبها، بكوادرها الموجودة في كل مدن وكل قرى تونس. النهضة هي فكرة مبثوثة في العقول وفي القلوب، يعني لو كان الأسلوب الأمني وصل، راه وصل مع بن علي اللي جاء بمشروع تجفيف المنابع، وتصور وتوهم أنه قضى على النهضة، لكن قضت عليه، قضى على نفسه مش قضى على النهضة. ليس بنفس السياق، ربما النهضة قبل أن تحكم غير النهضة بعد 10 سنوات. سواء الناس قاعدة تكتشف الواقع. ولكن النهضة متجذرة، النهضة بجمهورها، بشعبها، بكوادرها الموجودة في كل مدن وكل قرى تونس. النهضة هي فكرة مبثوثة في العقول وفي القلوب. ولكن النهضة متجذرة، النهضة بجمهورها، بشعبها، بكوادرها الموجودة في كل مدن وكل قرى تونس. النهضة هي فكرة مبثوثة في العقول وفي القلوب.